صافي هكا. على بركة الله متتبعي ومشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله يومكم بالأمن والبركات. مباشر جديد من مدينة أبي جهاد، مدينة الشرفاء، مدينة الزاوية الشرقاوية، ضمن فعاليات الموسم الوالي الصالح أبو عبيد الله الشرقي. أبت الحاجة الزهراء بهلول أن تعرض المنتوجات ديالها كيف تلاحظوا متتبعي ومشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، منتوجات للصناعة التقليدية، منتوجات ديال الزربية البجعدية. الحاجة الزهراء 76 سنة أو 79 سنة، ما ضابطاش الأمور. الحاجة الزهراء أول صانعة للزربية البجعدية وللبزارة البجعدية بجهة منيم الخنيفرة. الحاجة الزهراء اللي عندها شواهد تقديرية كوتور، كل شواهد تقديرية عندها تتحافظ على أي حاجة شدتها، أي حاجة عطاوها لي الناس تتحافظ عليها، تتقول لك هذا موروث ثقافي أصيل على مدينة أبي جعد. أنا محافظة على الزربية البجعدية كيف تلاحظوا متتبعي ومشاهدي الكرام، كلما زرتي الأروقة ديال الزربية البجعدية إلا وخاصك تحط الرحال عند الحاجة الزهراء البهلول. وإلا جيتي لبجعد خاصك تشوف، ضروري تشوف المحل ديال الحاجه الزهراء البهلول. الحاجه الزهراء عندها واحد الزربيه قالت لك واخا يعطوني مال الدنيا ما نبيعهاش ليهم. الزربيه اللي عندها ازيد من 60 سنه، الزربيه قالت لك باقا محافظه عليها غنخليها لوليداتي واخا يشموا فيها عير الريحه ديالي. مي الزهراء السلام عليكم. السلام كي دايره؟ لاباس عليك؟ قناه شوف تيفي حطت الريحه لعندك. الحاجه الزهراء احد سكان مدينه الزاويه الشرقاويه مدينه ابي جعد. الحاجه الزهراء بغيتك تعطيني تفاصيل ديال واحد الوزاره قلت لي عندها 60 سنة واخا يعطوني مال الدنيا ما نعطيهاش ليهم. عندي هاد الوزارة غزلتها على يدي، قرشلتها وغزلتها خلخلتها وغزلتها وصبغت الصبغة ديالها، هاد الصبغة ديالها ما بقاتش دابا تدور. وعاد نزيتها عام وانا نخدم فيها، وعاد نزيتها وهي دوك واخا يعطيوني فيها مال الدنيا ما غادي نبيعها ما نحقدها ما والو. عزيزه عليا واخا عطيني كم الدار ما نفرطش فيها، واليوم الحمد لله انا بقى محتفظه بها، خليها لوليداتي ان شاء الله، واخا نموت نخليها لوليداتي. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يطول لك العمر، حتى تشوفي وليدات وليداتك كيف تلاحظوا متتبعي ومشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي. هذه هي الزربيه علاش تتكلم الحاجه الزهراء، الزربيه اللون ديالها جميل، اللون ديالها ولا اروع كيف تلاحظوا على المباشر على قناه شوف تيفي. ونحن الان قمنا بهذا المباشر عند الحاجه الزهراء اللي غتكشف لنا واحد التفاصيل على الزربيه البجعديه. شحال وانت في هذه الحرفه الحاجه الزهراء؟ الحرفه ولدي من اللي كنت دريه صغيره. وانت في هذه الحرفه؟ انا في هذه الحرفه عندي 6 سنين. تتبان لي واحد الحاجه الزهراء، تتبان لي واحد الصوره وانت تتصاوبي في المنشج داخل الرواق ديال الصناعه التقليديه، تجيبي المنشج معاك. انا ان شاء الله درتهم كنشجع صحيحه مزيان. هذا الانسان متابع الخطوط ديالي ديال الزربيه وديال المنشج، وعندي القريحه على هذه السلعه هذه. واخا ما بقاتش تنسقروا فيها الفلوس بزاف، المهم انا ما تخايش الصنعه، ما تتخايش بها، ما تخايش الصنعه نحقدها. واللي جا بغا يسقول على الحاجه الزهراء كلشي تيعرفها بجعد، كلشي تيعرفها الحمد لله. متتبعي ومشاهدي الكرام، تنطلب منكم دعاء الحاجه الزهراء بطول العمر، تنتمنى منها تزيد تبدع في بعض الزربيات البجعديه اللي كانوا نقارضوا، ولكن الان عقبت الزربيه البجعديه التوهج ديالها. هنا متتبعي ومشاهدي الكرام معنا الابن ديالها اللي غادي يعطينا واحد التعريف عن الزربيه البجعديه، السي حميد الوافي، هذا فاعل جمعوي مدينه بجعد واستاذ. تنتمنى من السي حميد الوافي يعطينا تفاصيل على الزربيه البجعديه، كي دايره الزربيه البجعديه، اشنو هو باش نعرفوا الزربيه البجعديه. السي حميد اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مشكوره هاد القناه الاعلاميه شوف تيفي على الحضور ديالها وعلى المواكبه ديالها لهذا الموسم ديال الولي الصالح ابي عبيد الله الشرقي. مشكورين على التتبع ديالكم، على المشاهده ديالكم، وعلى الروح ديالكم ديال العمل. بالنسبه للسؤال ديالك اخي الكريم، انت تكلمتي هذه الام ديالي وانا احد الابناء ديالها، ما يخص منتوج ديال الصناعه التقليديه بمدينه ابي جهل. بجهد تتميز الحمد لله
بهذا المنتوج التقليدي الاصيل اللي هو الزربيه والبيزاره. كما ذكرت لكم الام ديالي ان البيزاره راه مولود تقليدي قديم، واللي كانوا النساء ديالنا كيلبسوه باش يتغطاو ويخرجوا خارج المنزل ديالهم. كانت المراه الا ما دارتش الحيك ديالها ودارتو عليها سميت النقاب ما يمكنش ليها تخرج. فيما يخص السؤال ديالك على مساله الزربيه، الزربيه هي مولود تقليدي اللي عنده تاريخ ديال قرون. بالنسبه للمدينه ما دامت المدينه عندها قرون، هي حتى الزربيه عندها قرون ديال العمل ديالها، والتميز ديالها تخليها فريده النوع من حيث المكون ديالها. الصوف اللي كانت تنتج به الزربيه هو الصوف التقليدي الاصيل. الناس كانوا كيجيبوا الصوف ديالهم وكيغسلوه مزيان، كان الحمد لله الماء موجود على مستوى المدينه ككل، كيغسلوا الصوف ديالهم وكينقيو مزيان داك الشوائب، وكتشد المراه ديالها وكتقرش له مزيان وتقادو وتبدا العمليه ديال النجيج. العمليه ديال النجيج انها كتوضع الزربيه وفق داك المخيله ديالها، لان باش نجيبوا واحد الزربيه اللي عندها واحد النمط ديالها انها مرتجل في ارتجاليه في عشوائيه، ما فيش واحد النمط متسلسل، كتشوف بان الزربيه موضوع فيها واحد الطريقه تتنسجها من الخيال ديالها ومن خلال الواقع المحيط ديالها. كنشوفوا المراه بانها كتاخذ الطريقه ديال الفلاحه، مثلا كتشوف الفلاح كيحرك الارض، داك المحرات الخط ديالو كتهزو تحطو داخل الزربيه، كذلك الطيور كتشوف الفريخات كتهزهم وتحاول تحطهم، كتشوف مثلا ما هو محيط بها البراد، كما تهزو كتحطو على كمنتوج اصيل. وهذا المنتوج هذا ما نجمش ناخذو على المستوى الزربيه، فراه الطريقه ديالها كانت المنتوجات التقليديه الاولى انها باش يديروا الزربيه، بمعنى ان الا خديتيها وصبنتيها ما كتطلقش، كتبقى الزربيه محافظه على الالوان ديالها الطبيعيه الاصيله. بمرور الزمان كتعرف التطورات ديال الحياه، الناس بدات الزربيه غاديه وغاديه وغاديه وكتبقى داك سميتو ديالها، ولكن الحمد لله. سي حميد، سي حميد، المشاهدين تيعرفوا الحاجه الوافي. هنا الكومونتير اللي كاين عندي، تحيه للحاجه الوافي امراه بالجعديه مناضله حره لا زالت تحافظ على الموروث اللامادي. تحيه ليك الحاجه وتحيه لجميع المشاهدين ديالنا، المشاهدين الكرام، تحيه لجميع متتبعي ومشاهدي قناه شوف تيفي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. بطبيعه الحال هي الحاجه الزوره هي تنعتبروها احنا قيدومه الصناعه التقليديه على مستوى جهه بني من الخريبكه. حضورها للمعارض الوطنيه والمعارض المحليه والجهويه هو دليل على ان عندها واحد المنتوج تتبدع فيه. بالنسبه لهذه الفيزاره هذه راه هي المنتوج ديالها الاف ديال المنتوجات اللي خرجت ارض الوطن، وتعطات كسيمبول كمنتوج تقليدي بالجعدي اصيل. بالجعدي اصيل يعني انا من تنعطيو واحد الفيزاره تنعطيو واحد الباتريمون تاريخي ديالنا ديال بجاد، حنا محافظين عليه. وهاد المنتوجات هادو اللي تتشوفو قدامكم، هاد المنتوجات الحمد لله الفيزاره وهاد الطليق الاصيل، هاد الطليق هذا الطلقان هادو، فكتشوفوا بان هاد المنتوجات هادو كانوا عطاو واحد التراث ثقافي ديال المدينه وديال ديال الجهه ديال بني ملال الخنيفره كامله. والحمد لله هذه مفخره ماشي على بجد، مفخره الاقليم خريبكه، مفخره الاقليم الجهه ديال بني ملال الخريبه، ومفخره ايضا ديال المغاربه، لان انسانه العمر ديالها اكثر من 60 سنه وهي تتنتج في هذا المجال هذا وتتخدم عليه. حنا الحمد لله تنشكروا كل القنوات الاعلاميه، تنشكروا كاع الفاعلين، تنشكروا المؤسسات ديال الدوله اللي هي ساهره وكتساند مثلا الصانع التقليدي باش انه يطور الاداء ديالو. كما كتلاحظوا هذه صور معبره، هذه قنوات اعلاميه ديال الاولى، القناه ديال الاولى اللي جات واكبت لها الحدث ديالها وجات شافت المنتوج ديالها وسنوات تقريبا هذه راه اكثر من 15 سنه، اكثر من 15 سنه باش القناه الاولى كانت جات لعندها. بالاضافه هنا هذه صور قديمه ديالها. كتلاحظوا متتبعين المشاهدين الكرام داخل، كتلاحظوا متتبعين المشاهدين الكرام صوره معبره ولا اروع. الحاجه الزهره جابت منسج حتى الرواق ديال الصناعه التقليديه، كيف تلاحظوا هنا تتنج في هذا المكان ديال الرواق ديال الصناعه التقليديه. كيف تلاحظوا صوره معبره على ما اظن سنوات ملي كانت الحاجه باقا صحيحه. هذه ملي كانت الحاجه تقريبا 20 سنه ديال المعرض ولي الصالح ابي عبد الله الشرقي، كانت حضرات تدير المعرض وجابت الوسائل ديالها ديال العمل ديال العمل جابت حتى لهنا بطبيعه الحال باش تبين على ان فعلا صانعه تقليديه، والطريقه باش تنسج والطريقه باش كتنج هذيك الزربيه وكيفاش كتاديها. لان ما يمكنش غنقول انا صانع تقليدي هو ما تيمارسش المهمه المهنه ديالو كيعطي منه. والحمد لله هي ماشي هي زادت هذه الامور هذه بانها تشتغلوا معها مجموعه من النساء، هي راه تعتبر كمؤطره داخل جمعيه مدينه ابي الجعد لانه هو رئيس ديالها الحمد لله، وكتعتبر مؤطره ديال اتحاد الجمعيات ديال ابي الجعد والدائره، لان مؤطره من الطراز الكبير، لان هي مفخره بالنسبه لنا اننا خصنا نحافظوا على هذه السيده هذه، وديما خصنا نتذكروها، ديما خصنا نتكلموا عليها، لان هي تجسد الموروث الثقافي
خصوصا في مجال الصناعه التقليديه على مستوى دائره ابي الجهل. سي حميد، يمكن تقربنا من الوزاره؟ الوزاره اللي قالت لنا عندها ازيد من 60 سنه، قالت لك واخا يعطيوني مال الدنيا ما نبيعهاش. بغيتك تقربني من هذه الوزاره اللي قالت لك الوالده ديالك واخا يعطيوني مال الدنيا ما نبيعهاش. هذه الوزاره عندها تاريخ مع الام ديالي. هذه الوزاره السنوات ديالها من اللي بدات الحرفه، يعني بدات تدير العمليه ديال النسيج، هي بدات مع الام ديالها، يعني مرحله بمرحله وهي تتطور في الاداء ديالها، فقدرات على اساس ان واحد ان نجات عدد من الوزارات بحال هذا. ولكن هذه عندها تاريخ ديالها زمن طويل، حتى الطريقه عندها ذكريات، عندها ذكريات. الطريقه باش تنجت هذه الوزاره انتم كتشوفوا هذه قديمه جدا، وشحال ديالنا جاو عندنا اجانب المقر ديال الانتاج ديالنا، وتنوريو لهم هذه المنتوجات هذه بما فيها زرابي. عندنا زرابي قديمه، يعني زرابي محليه بالجعديه، وهذه الوزاره طلبوا منا اننا مثلا اننا نبيعوا عليهم، يعني على سبيل، لكن ما يمكنش نفرطوا في واحد الحاجه اللي تتمثل لنا حنا سيمبول، تاريخ ديال المدينه وتاريخ ديال العمل ديالها، تاريخ ديال العمل ديالها، لان حطات فيها واحد الابداع ديالها، انابيب ديال الايد ديالها حطاتهم هنا. يعني هي بالنسبه لي هذا غادي يبقى كتحفه ديال العائله كامله، وكتحفه ديالنا ديال الاسره الصغيره والكبيره. وهي بالنسبه لينا هذه راه منتوج، راه تيجيو الناس باش يعرفوا، حتى الاحفاد اطفال الصغار مثلا، الناس اللي تيجيو خصهم يعرفوا كيفاش كانت الوزاره، وهي غادي وتتسلسل، وهي والزمن تيزيد والوزاره كيفاش كتطور من هذا المنتوج لمنتوج اخر لمنتوج اخر، حتى وصلنا اننا نديروا بواحد الثمن منخفض شويه وبامكان الجميع انه ياخذ. والمواصفات دائما تتبقى بالجعليه، خصنا نحافظوا على المولود يبقى مستمر باش هذه الوزاره ما تنقرش. لان انا نعطيكم واحد النقطه اخرى، بحكم التتبع ديالي الميداني للعمل ديال الصناع التقليديين في اطار الجمعيه ديالتي وفي اطار الاتحاد ديال الجمعيات، راه الصناع التقليديين ما دامت السنوات تتزيد والصانع التقليدي كيلقى مشاكل ديال الحياه ديالو، حتى الصناعه التقليديه غتبدا تتحيد ديك اللمسه ديالها. علاش؟ الا ما واكبناهاش وما عطيناهاش واحد العمل اضافي، وما عطيناش لدوك الصناع التقليديين اهتمام، وما درناش واحد العمل واحد استراتيجيه ديال تطوير المنتوج، ما يمكن ليناش غنستمروا في الصناعه التقليديه وما تمكنش نبقاو محافظين على هذا المورود التقليدي. سي حميد، اشنو اللي تقدر تقول لنا للزوار ديال ارض الزاويه الشرقاويه؟ اولا انا الحمد لله فخور بهذا المهرجان هذا اللي هو موسم ديال ابو عبيد الله الشقي، والناس اللي زارت الحمد لله هذه السنه هذه اللي زارت المهرجان وزارت هذا المعرض هذا بخصوص معرض، وكذلك المعرض ديال التبوريضه وداك الشيء والمعارض الاخرى اللي موجوده على مستوى الساحه ديال المدينه. الحمد لله كانت انطباعات جيده بالنسبه للناس، اللهم لك الحمد، الامور دازت في احسن ما يرام، الناس الحمد لله جات وزارات وشافات وخدات داك الشيء اللي ممكن انها تاخذه من المدينه، وعبرات على الفرح ديالها من خلال ان الابتسامات ديال الناس اللي تلاقينا معاهم بزاف، عبرات على الفرح ديالها، والناس شافت الحمد لله التبوريضه اللي هو تا هو راه ما يمكنش نهضروا على معارض وما نهضروش على التبوريضه وما نهضروش على التحف وما نهضروش على الاثار ديال المنطقه كامله على جهه ديال بني ملا الخنيفره، ما يمكن لينا اننا كل شيء هادشي نحفزوه. وكان بالنسبه لينا هذه السنه هذه تميز، لان هذه السنه كانت واكبه الجائحه ديال كورونا، الجائحه ديال كورونا ثلاث سنوات ولا اربع سنوات، وهو الموسم ديال ابو عبيد الله الشرقي ما كانش داز. دابا الحمد لله فالفتره هذه كانت بحال المفتاح للسنوات المقبله، وتنتمنوا الخير الحمد لله للجميع، واللي جا زار هذه البلاد هذه تنتمنوا ليه زياره مبروكه، وتنتمنوا اننا ان شاء الله اننا نعملوا بشكل اكبر مع مؤسسات اللي هي كلها مشكوره من جميع المؤسسات ديال الدوله واللي عندها التزامات بالقطاع، تنتمنوا اننا الحمد لله نكونوا قادرين على مواكبه هذه التطورات باذن الله. سي حميد، بغيتك انت كفاعل جمعوي بالمدينه، كي جاك التنظيم ديال هذا العام ديال الموسم الولي الصالح ابو عبيد الله الشرقي مدينه ابي الجعد؟ بصراحه بكل وضوح صراحه باش ما نكونوش، الحمد لله الترتيبات الفوقانيه اللي كانت بالنسبه للمجال ديال التبوريضه راه كانت الامور الحمد لله سنه بعد سنه تتطور، ما كانوش عندنا المدرجات، ما كانوش عندنا المدرجات السنوات الاخيره، رسولوا المدرجات اللي خلاو الناس انهم يتفرجوا بشكل اريح ويلقاو الامور ديالهم. حنا مستوى التنظيم راه الحمد لله كان التنظيم على مستوى المنصات داخل المدينه، راه الناس جات حضرات السهرات ديالها وراه بنادم مشى في حالاته الحمد لله، ما كانش حتى دوك الحالات اللي خطيره ولا بعض المشادات ولا بعض مثلا ما سمعناهمش عندنا، ما سمعناهمش على مستوى المدينه. بالنسبه للمعرض، هو المعرض الحمد لله تنتمناو من الله ثاني، لانه في اخر الايام ديالو، هو غدا هو اخر يوم، راه المعرض داز مزيان على مستوى المدينه، اللهم لك الحمد، الناس راه جات ودار وزت الساعه ديالها باذن بحال فرحانه وسميتو، راه بنادم مشى
شكرا سي حميد الوافي. غادي نعاودوا نتوجهوا عند الحاجه الزهراء اللي غتعطينا كلمه اخيره. امي الحاجه كلمه اخيره للمتتبعين ديال القناه شوف تي في. اش نقول لك؟ الزوار اللي جاوا عندك الرواق ديالك كي كان التعامل ديالهم مع الضربيه البجعديه؟ تيبغيوها ان شاء الله، تيبغيوها الحمد لله، ونعنا وشرينا الحمد لله، وتيبغيوها وسلعتنا مقبوله ان شاء الله، وتيبغيوها وعزازين عليهم باش نديروها لهم ونوجدوها لهم كل عام ان شاء الله. شكرا مول الحاجه، تحيه ليك. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى طول العمر. كيف تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، كان نقل مباشر مع الحاجه الزهراء، اكبر صانعه بجهه من الخنيفره للزربيه البجعديه او للوزاره البجعديه، فين ما بغيتوا شي وزاره او لا زربيه قلبوا على الحاجه الزهراء البهلول. هذه ام عائله الوافي اللي معروفه في الدخله ديال الوالي صالح ابو عبيده الشرقي. كلما سولت على عائله الوافي معروفه منهم السي حميد الوافي وتوريا الوافي احد الفاعلين الجمعويين مدينه بجاد. الى هنا متتبعين مشاهدينا الكرام غادي ننهي المباشر ديالنا، الى اللقاء، الى مباشر لاحق.